السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في حلقه جديده من الأجندة. اليوم هو التاسع من شهر ديسمبر للعام 2017 وهو اليوم السابع من مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذه هي الحلقة الأولى التي نطل بها عليكم بعد هذا الحدث التاريخي والمثير. لا ادري من اين ابدا الحديث معكم فالحديث كثيف او بالاصح الموقف والحدث كثيف جدا له اكثر من بدايه واكثر من وجه واكثر من ختام نحن لسنا امام مقتل رجل بل امام نهايه مرحله وبدايه مرحله من حياه اليمنيين على الارجح نهاية مرحلة عمرها 55 سنة هي عمر الجمهورية اليمنية أو عمر الجمهورية العرجاء. وبداية مرحلة نضال من أجل الجمهورية الأخيرة والصحيحة. اليوم اليمنيون يخوضون المعركة الثانية والأخيرة إن شاء الله مع سرطان الإمام التاريخي. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفه الى صنعاء وضواحيها واذا جاء وعد الاخره كشفنا مكركم امام اليمنيين واذا جاء وعد الاخره ليسوء اليمنيون وجوهكم وليدخلوا الجمهوريه كما دخلوها اول مره وليكبروا على جسد الامامه تكبيرا لقد قتل علي عبد الله صالح، تلك هي الحقيقه التي ستعيد ترتيب اشياء كثيره كانت غير مرتبه. ستعيد ترتيب الصف الجمهوري الذي كان ممزقا فينحاز اصحاب المصالح الشخصيه الى حيث تقف مصلحتهم وينحاز الجمهوريون الى حيث تقف الجمهوريه وسترغم هذه الحقيقه دول الثورة المضادة الإمارات تحديداً على إعادة النظر في ترتيباتها السابقة لأن سقوط حصانها الافتراضي قد كشف عنها الغطاء وأربكها. أيضاً ستعيد إيمان البعض بعدالة القدر وإمكانية سقوط الطغاة بعد أن كان اليأس بلغ مبلغه عند الناس وظنوا ان الطغاة خالدون لا يسقطون. لم تكن هذه هي النهايه التي تمنيناها للرئيس السابق علي عبد الله صالح. لم نكن نتمنى له هذه النهايه بالتاكيد. على الرغم من كل الالم والاذى الذي الحقه بنا نحن اليمنيين عامه وثوار فبراير على وجه الخصوص. صحيح انه مرت علينا لحظات تمنينا فيها ان ينتهي بنفس الطريقة التي أنهى بها حياة الكثير من اليمنيين إلا أننا في لحظات التعقل كنا نتمنى نهاية مختلفة كنا نتمنى إما أن يكف أمام محكمة ضميره ويخرج علينا معلنا ندمه على ما أجرم وقصر في حقنا ويعلن استعداده لمساعدة اليمنيين على تجاوز المشاكل التي خلقها بنفسه بيده، وخلفتها سياساته على مدى ثلاثة عقود، كنا نتمنى هذا أو أن يمثل أمام محكمة الدولة، ويدفع عن نفسه في التهم المنسوبة إليه. كنا نتمنى أن نستمع إليه وهو يسرد علينا قصته الحقيقية غير الرسمية. مع السلطة من البداية إلى النهاية. كانت لدينا أسئلة كثيرة تنتظر إجابات. كنا ننتظر إجاباته هو تحديدا عنها. كنا نتمنى أن يأخذ جزاءه العادل وفقا للقانون، قانون الدولة لا قانون الميليشيا. لكن هكذا هي الأقدار وهذا هو حكمها. والذي يهم الآن الذي يهم في هذه اللحظه هو تحويل هذا الماضي الى درس لاننا اذا لم نفعل ذلك اذا لم نستوعب هذا الدرس ولم تستوعبه الاجيال الحاضره التي شهدت فان المستقبل سيكون نسخه من الماضي ونظل مثل سيزيف في الاسطوره اليونانيه الاسطوره تقول ان الالهه حكمت على زيزيف بان يدحرج صخره كبيره الى اعلى الجبل وكلما وصل الى قريب القمه فلتت منه الصخره الى السفح وهكذا يستمر في الدحرجه الى اعلى القمه ثم تعود الصخره الى السفح في عمليه ماساويه لا تنتهي تقريبا كان هناك من يريد لليمنيين ان يعيشوا قصه سيزيف هذا مع الجمهوريه ومع الكرامه لا نريد ان نعيد الماضي وان نصادر الى المستقبل لا نريد ان تتكرر قصه سيزيف معنا ينبغي ان ننهي ماساتنا الطويله ونستقر وليس هناك صيغه سياسيه تضمن الاستقرار غير الدوله الديمقراطيه يعني احنا ما نخترعش العجله. العالم كله اكتشف هذا الاختراع اللي اسمه الديمقراطيه وانتهى يعني انتهت كل مشاكلهم. احنا مش محتاجين نبحث عن حل خاص بنا نحن اليمنيين. لانه مشكله السلطه اللي في اليمن هي مشكله السلطه اللي كانت موجوده في كل مكان وفي كل زمان، الاستبداد. وليس هناك حل ليس هناك حل لاستبداد السلطه ومركزيه السلطه وأفات السلطه غير الديمقراطيه واظن ان علي عبد الله صالح عنوان لاهم درس ينبغي ان يتعلمه اليمنيون ويستوعبوه اذا ارادوا الخلاص اذا ارادوا الخلاص اعني علي عبد الله صالح باعتباره ثقافه وباعتباره طريقه في اداره الدوله وطريقه في طريقه التفكير في الحياه علي عبد الله صالح لم يكن شيئا شاذا في حياتنا بالمناسبه يعني علي عبد الله صالح كان تجسيد مكثف لثقافه قطاع كبير من اليمنيين قطاع ربما له اشباه ونظائر في بقيه البلدان لكن من النادر ان يصل هذا القطاع الى اعلى منصب في الدوله في البلدان الاخرى، احنا عندنا وصل هذا القطاع وصل يمثل علي عبد الله صالح اتحدث عن القطاع الكط... الشعبوي في كل مجتمع. القطاع اللي سميناه القطاع الشعبوي ووصفناه في حلقات سابقه. تلك الفئه من الناس التي لا تتمتع بخيال حضاري جيد ولا تبحث عن نظام مثالي للحياه ولا تفكر كثيرا في حريتها ولا تشعر بكرامتها الا عندما تمس بشكل مباشر. هذه الفئه من الناس كان علي عبد الله صالح يمثلها. اجمل ما في ظاهره علي عبد الله صالح هو انه جاء من بيئه شعبيه بسيطه يعني هذا الرجل لم يكن ابن طبقه ارستقراطيه لم يلد وفي فمه ملعقه من ذهب لم ياتي من طبقه حكام سابقين او قضاه او تجار كبار علي عبد الله صالح كان راعي غنم بسيط تحول الى جندي بسيط ثم ضابط كبير ثم رئيسا للجمهورية وهو بهذه القصة يمثل الشريحة اليمنية الأوسع شريحة الفلاحين والبسطاء هذا أجمل ما في قصة علي عبد الله الصالح هذا البعد كان من المفترض أن يجعل علي عبد الله الصالح مسكون بهموم البسطاء لأنه واحد منهم وممثلهم لانه يعرف معاناتهم اكثر من غيره. كان ينبغي ان يكون ممثلهم في السلطه. لكنه للاسف خذله خذل البسطاء، خذل الفقراء، خذل خذل الفلاحين والبسطاء الذين كان ينبغي ان يمثلهم. وعلي عبد الله صالح هو ثمره من ثمرات الجمهوريه. فلولا ثورة سبتمبر ما وصل الى السلطة. وهذا ايضا كان من المفترض ان يجعله حريصا على الجمهورية والثورة، لكنه ايضا للاسف خانهما اكثر من مرة. لم يسقط علي عبد الله صالح الا لانه خان الجمهورية وخان شريحته الواسعة من اليمنيين. انما احب نفسه وفكر في مصلحته اكثر من مصلحه اليمنيين ومصلحه البسطاء والفقراء الذين جاء من اوساطهم. نحن الان لسنا في مقام محاكمه الرئيس السابق. فقد اصبح موضوعا للتاريخ. وانما نحن في مقام فهم هذا التاريخ. فهم هذا الدرس. واستيعابه. عندما نقول ان خيانه علي صالح للجمهوريه هي التي جاءت به او اودت به وخيانه للشريحه اليمنيه الواسعه التي جاء منها هي التي اسقطته عندما نقول ذلك فانما نريد ان نسجل درسا للتاريخ للاجيال ودرسا لمن يفكر في حكم اليمن مستقبلا ودرسا للقوى السياسيه اليمنيه درس يقول لهم لا تفكروا بهذه الطريقة مرة أخرى إذا أردتم حكم اليمن لا تخطئوا هذه الخطيئة مرة أخرى حتى لا تخسروا كل شيء كما خسر هذا الشخص طبعا أنصار الرئيس السابق الآن موجوعون وغير مستعدين لسماع مثل هذا الكلام وإحنا طبعا مراعاة لخواطرهم ولمشاعر البعض خلاص تركنا كلمة المخلوق ونحن أيضا موجوعون نحن ايضا موجوعون اكثر منهم لكن على اليمن اليمن الذي اوصله صالح الى هذا الحال وعندما نقول ان علي صالح خان الجمهوريه فنحن لا نقول كلاما انشائيا ما هوش كلام للرتح والهجاء على طريقه الشعراء هذا ليس مجرد كلام بل رصيد في الواقع وأنصاره يدركون قبل غيرهم أنه خان الجمهورية عامدا متعمدا مرتين على الأقل مرة عندما خطط وسعى لبناء مشروع التوريث والتمليك وتحويل الجمهورية إلى ملكية ومرة أخرى عندما سلم الدولة والجمهورية للجماعات الإمامية للجماعة الإمامية التي قتلته في نهاية المطاف كل هذا نكاية يعني يعني تسليم للجمهوريه نكايه في الامه التي قالت له عليك ان تتنحى لانك فشلت عاقب اليمنيين جميعا لقد انتقم من اليمن كلها لكي يشفي غليله من الذين اسقطوا عرشه اين العظمه في هذا ولمن لا يعرف فان الرئيس السابق عندما صمم قوه الحرس الجمهوري لتكون بديل عن مؤسسه الجيش الوطني القديم الذي اهمله تماما وتكون هذه المؤسسه الجديده يكون ولاؤها لمشروع التوريث، عندما صمم هذه القوات اراد ان يجعل ثقافتها وعقيدتها القتاليه مختلفه قليلا عن ثقافه وعقيده الجيش الوطني السابق. ارادها ان تكون الى حد ما طابع طائفي يقترب من عقيده الاماميين، شيعها كثير من ضباط هذه هذه القوه الحرس الجمهوري اللي كان اسمه الحرس الجمهوري كانوا من أصحاب الميل الطائفي الشيعي كثير من من كان يحيط بمشروع التوريث حتى في الجانب المدني اللي كانوا محيطين بنجلة هم من أصحاب الميل الطائفي المتشيع أنا شخصيا عرفت الحديد منهم كان يعتقد أنه بهذه الطريقة بهذه الهندسة بهذه الفهلة ويستطيع أن يضمن ولاء هذه القوات له وعدم اختراقها من قبل منافسيه الاخوان المسلمين والسنه وغيرهم لكن النتيجه كانت قاتله هذه اللعبه كانت قاتله هذه الهندسه خدمت المشروع الامامي فيما بعد يعني جهز الحرس الجمهوري ليصبح حرس ثوري فراينا الكثير ممن من كان في قوات الحرس قد اصبح جزءا من ميليشيا الامامه يقاتل في صف الامامه ضد علي عبد الله صالح وربما قتل علي صالح على يد واحد من هؤلاء الذين كانوا في الحرس الجمهوري. هذا هو الدرس الكبير الذي ينبغي ان نقدمه للاجيال مما حدث. خيانه الجمهوريه، خيانه الامه، خيانه الامانه عاقبتها وخيمه، هذا هو الدرس. العبث باقدار الناس ومصالحهم وامالهم واحلامهم، احلام الشباب، احلام الاجيال ومستقبلهم من اجل مصالح اولاده. لصالح فرد أو أسرة عاقبتها وخيمة طبعا أنا لا أقصد بالعاقبة الوخيمة القتل في ذاته أبدا يعني قد قتل على نفس الطريقة حكام وقادة الشرفاء فيش مش مشكلة أنك تقتل بهذه الطريقة لا أبدا ليس عيبا إنما أقصد النهاية غير المشرفة ما هو الحمدي قتل إبراهيم الحمدي قتل من قبل بنفس الطريقة تقريباً والرئيس السابق أحد المتهمين بقتله لكن أين مقتل هذا من ذاك؟ الحمدي قتل وصدام قتل الحمدي قتل وهو يحمل اليمن في كلبه وعلى كتفيه وهذا قتل بعد أن سحل اليمن سحلا وسلمها لأعداء أعدائها هذه هي النهاية المختلفة التي نعنيها هذا هو التاريخ ولا يجوز أن نزور التاريخ في لحظة عاطفة زائفة كان مقتل الرئيس السابق صادما لكثير من اليمنيين كثير من الناس خاصة وأن البعض كان يعتقد أنه هو المسيطر وصاحب الزمام في, في صنعاء على الأقل وان الميليشيا الحوثيه مجرد لاصق على بندقيته. وكان لهؤلاء مبررات وجيهه وشواهد حقيقيه في هذا الاعتقاد يعني. لكن نحن في هذا البرنامج كان لنا راي اخر، كنا على عكس هذا الاعتقاد. وقلنا في حلقه سابقه وفي اكثر من حلقه انه قد اصبح الطرف الاضعف. وانه يتعرض للضغط والاذلال من قبل الحوثيين. وأن الوعكة قلنا أن الوعكة التي أصابت عينه في واحتاجت لفريق طبي روسي ربما أصابته بسبب الضغط النفسي والقهر النفسي الذي كان يتعرض له من قبل الحوثيين قلنا هذا في حلقة سابقة فلم يكن مقتله صادما لنا إنما الصادم هو سرعة انهيار أمام الحوثيين خلال ساعات أو أيام قليلة تقريبا لا تتجاوز ثلاثة أيام ربما أقل كنا جميعا نعتقد انه قادر على الصمود فتره اطول وهذا له دلالات كثيره طبعا ويطرح اسئله حول ذكائه الافتراضي اللي تحدث الناس تحدث الناس عنه وعن ثمره تخطيطه وعن الولاءات التي نسجها اين انتهت. كنا نرى انه الاضعف وانه لن يحقق انتصارا على الحوثي لان تاريخ الرجل يقول ذلك، تاريخ علي عبد الله صالح نفسه يدل على ذلك، لماذا؟ تاريخ الرجل يقول انه لم يكسب اي معركه خاضها بمفرده. كل المعارك التي انتصر فيها علي عبد الله صالح كانت بمسانده الحلفاء. كانت المعركه الاولى التي خاضها بمفرده هي معركته مع قوى ثوره مع قوى ثوره فبراير في الحصبه وارحب وعمران، هذه اول مره كان يخوض معركه بمفرده. ولذلك خسرها. وادت خسارته تلك الى سقوطه. والمعركه الثانيه التي خاضها بمفرده هي هذه المعركه الاخيره في مربعه جنوب صنعاء. وقد خسرها ايضا. وكانت النتيجه ان لقي حتفه. وقد احسن صنعا انه لم يسلم نفسا للحوثيين. لماذا خسر صالح معاركه الفرديه؟ لانه لم يكن صاحب مشروع حقيقي. علي صالح كان نقطة التقاء مصالح غير مشروعة لكثير من المنتفعين حوله. لما غادر السلطة انحسرت هذه المنافع وبمجرد أن انحسرت انحسر عنه الناس وانحسرت قوته. وهذا درس آخر ينبغي أن نقدمه للأجيال. وأيضاً القبيلة مفتاح، القبيلة تبحث عن فرس رهان. يمثلها إذا شافت فرس آخر على وشك السقوط تتركه ينتهي أو على طريقة سائسية الأحصنة إذا شافوا الحصان انكسرت رجلة يقتلوه لأنه أصبح عب يبدو الكبيرة في اليمن تفعل ذلك مع مع الحكام الرؤساء الذين يمثلونها عادة في الفترات الماضية كلها كان صالح ينتصر بقوة المشاريع الحقيقية بحلفائه. في حروبه منذ السبعينات وحتى عام 94 كان حليف للإخوان المسلمين وكان ينتصر بهم في كل حروبه. وفي السنوات الأخيرة كان حليفا للإمامين وانتصر بهم على الدولة. يعني لقد كان بارعا في التفكيك لكنه لم يكن بارعا في التركيب. للتذكير فقط تعالوا نستمع إلى مقطع من حلقة سابقة علقنا فيه على سر ضعف الرئيس السابق أمام الحوثيين ونهاية مشروعه الحلقة تلك كانت بعنوان الجمهورية لا تأتي على خيول ملكية للذين كانوا يعتقدون أن صالح سيأتي بالجمهورية نحن قلنا من يومها الجمهورية لا تأتي على خيول ملكية تعالوا نستمع لكن هذه اللعبة لم تصل إلى نهاية تامعة علي عبد الله صالح فقد حدث ما لم يكن في حسبانه. ذهب معظم استثمارات المخلوع استثماراته في تجهيل الناس، هو كان يستثمر في تجهيل اليمنيين، هذا اهم استثمار عنده. افسد التعليم بكل مستوياته، افسد الثقافه، افسد منظومه الاخلاق اليمنيه كان يستثمر في تجهيل اليمنيين. هذه الاستثمارات كلها ذهبت الى جيب اللاعب الجديد، الى جيب الامام. الجديد وإذا بأنصار علي صالح قد أصبحوا أنصار الله هكذا خدم علي صالح المشروع الإمامي خدمة لا تقدر بثمن استثمر لهم جمهور عريض من اليمنيين الذين لا يؤمنون بقيم الجمهورية ولا يؤمنون بقيم الحرية والكرامة هذا الجمهور كان لا بد أن يكون من نصيب المشروع الإمامي لماذا؟ لأنه كاريزما المشروع الإمامي هم قدوم عبيد يعني هم عاد عندهم مش ما تفرقش معاهم يعني هؤلاء كلهم اصبحوا مهيئين للاستعباد فكانت كاريزما المشروع الامامي اقوى من كاريزما مشروع التوريث اعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لنتحدث عن المستقبل مستقبل قضيتنا الوطنيه في ضوء الاحداث الاخيره ابقوا معنا اهلا بكم من جديد. السؤال عن مستقبل القضيه الوطنيه بعد الذي حصل هو سؤال عن امرين. الاول اجنده التحالف الداعم للشرعيه والثاني الخيارات المتاحه امام الشرعيه. اذا اردنا ان نعرف مستقبل اليمن ومصير الجمهوريه علينا ان نفهم هاتين النقطتين بشكل واضح. ما الذي يريده التحالف السعوديه والامارات تحديدا؟ وما هو المتاح امام الشرعيه الان لتفعله؟ لاحظوا اننا لم نسال عن اجنده الشرعيه لانها واضحه، اجنده الشرعيه هي عوده الدوله والجمهوريه وتحقيق الاستقرار. ولم نسال عن قدره الشرعيه على على حسم المعركه لانها ايضا معروفه. وقد قلنا في حلقات سابقه ان الشرعيه قادره على حسم المعركه في اسابيع. لولا ان دولا في التحالف لا تريد هذا الحسم. وهذا الكلام بحذافيره هو ما قاله الاستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه في مقابلته الاخيره مع الزميل عارف الصرمي تعالوا نستمع اليه وهو يؤكد ما قلنا الجيش الوطني مستعد ان يكسر مشروع الحوثي لكن هناك حسابات اخرى ما هي هذه الحسابات الاخرى؟ قد ربما ان هناك من لا يريد أن, ان 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 تنتصر الشرعيه على الحوثي او ان في هناك من يفكر انه اذا انتصرت الشرعيه على الحوثي فيمكن ان يكون يعني حزب معين مسيطر الاصلاح الاصلاح بشكل واضح في هناك تخوف من قبل اشقائنا بانه لو حصل انتصار على جماعه الحوثي ممكن ان ان الاصلاح يسيطر على اليمن وبالتالي يروا من وجهه نظرهم انهم يعني ذهب الحوثي وأتوب بالاصلاح نحن يعني احنا تقييمنا غير التقييم هذا الاصلاح حزب سياسي والاصلاح لا يمكن كابناء الشعب اليمني ان يتاح لا ان يسيطر على وقلنا لها الف مرات في لقاءنا مع بعض المسؤولين التي اتيحت لنا الفرصه للقاء معهم بعض مسؤولي التحالف وبعض السفراء الدول العظمى باننا لا يمكن كقوى سياسيه او يمني ان نترك هذا التصريح من مسؤول حكومي رفيع ينهي الجدل حول الحديث عن قدره الشرعيه على الحسم خلص الشرعيه قادره على الحسم لكن هذا الكلام يعلق المسؤوليه على رقبه التحالف ويصبح السؤال الذي يحتاج الى اجابه فعلا هو ما الذي بامكان الشرعيه ان تفعله في ظل هذه الحقيقه حقيقه خذلان التحالف للشرعيه والقضيه الوطنيه اذا لم نقل في ظل التآمر تآمر التحالف نفسه على اليمن ما الذي تستطيع الشرعيه ان تفعله الان؟ الحقيقه ليس امام الشرعيه سوى طريقين فيما يبدو لنا. كل من هذين الطريقين اصعب من الاخر، كل واحد منهم اصعب من الثاني. الطريق الاول ان تظل كما هي مجرد غطاء قانوني لتدخل التحالف واعمال في اليمن وحراسه الحد الجنوبي للمملكه السعوديه وتظل ايضا تهديد محتمل لميليشيا ايران في اليمن. تهديد محتمل هذا هو الطريق الأول لأمام أمام الشرعية وهو طريق مكلف للغاية لأنه في النهاية سيؤدي مع الوقت إلى تفسخ معنويات قوى الشرعية وجنودها وسيؤدي إلى انصراف هذه القوى من دعم القتال في سبيل المشروع الوطني إلى التموضع حول مصالح خاصة في حين يستغل الحوثي هذا الوقت في تجذير مشروعه الطائفي الإمامي في الأوساط الاجتماعية ويتمدد يتمدد أفقيا وعموديا والذين ظلوا ينتظرون جيش الشرعية سيستسلمون للأمر الواقع في نهاية المطاف طمعا في الاستقرار يعني اللي هم داخل منتظرين الشرعية لما توصل هذولا إذا تأخرت الشرعية عنهم وأهملتهم بيستسلموا للأمر الواقع ويقولوا لك خلاص نطبع مثل ما ان العرب كانوا بيطبعوا مع اسرائيل نطبع مع اليهود اللي معانا الطريق الثاني امام الشرعيه هو ان تتحرك بمفردها خارج رغبه التحالف وهذا الطريق ايضا صعب ومكلف للغايه لماذا لانه سيضع الشرعيه في مواجهه يعني في مواجهه مع السعوديه والامارات تحديدا وغالب الظن أن الشرعية لن تستطيع مواجهة هذا الكم من الأعداء الحوثي في الداخل والتحالف في الخارج ومجتمع دولي لا يدعم أبدا وإنما يدعم التحالف يعني ستشهد الشرعية خذلان كبير ستكون معركة غير متكافئة وخاسرة والمستفيد الوحيد منها هو مشروع الإمامة هذا هو الطريق الثاني والخيار الثاني لكن هل معنى هذا أن الأفق قد اصبح مسدودا امام الشرعيه والقضيه الوطنيه الجواب بالتاكيد لا يعني ليس هناك في عالم السياسه طرق مسدوده الا لمن ارادها كذلك نحن تحدثنا عن الخيارات التقليديه الممكنه امام الشرعيه لكن بالتاكيد هناك خيارات غير تقليديه لكنها تحتاج الى شجاعه استثنائيه بعضها على الاقل الذي نعرفه تحتاج إلى تحول نوعي في طبيعة المعركة من معركة دبلوماسية توظف القوة المادية في تحقيق أهدافها إلى معركة عسكرية توظف الدبلوماسية لتحقيق أهدافها العكس وبين الأمرين اختلاف كبير الشرعية الآن تخوض حرب تقليدية ضد الميليشيا الانقلابية يعني هناك حكومة مدنية لها قوات عسكرية تقاتل دبلوماسيا و عسكريا في سبيل استعاده الدوله، لكن هذا الشكل التقليدي قائم الى الان لان الشرعيه تحظى ببعض الدعم من دول التحالف. اما حين تصبح دول التحالف جزءا من المشكله وتتحول الى خصم فان هذا هذا الشكل شكل المقاومه سيختلف وسنصبح امام مقاومه تشبه المقاومه الفرنسيه بقياده ديغول في الحرب العالميه الثانيه عندما لجا الى خارج فرنسا ولجأ إلى الجزائر وقاد من هناك ثورة للتحرير. ستبحث الشرعية عن مكان بديل تأوي إليه بدل السعودية إذا تمكنت من ذلك. وإذا لم يودع قيادتها أو قادتها في سجون التحالف. ومن هذا المكان الجديد البديل ستخوض حرب استنزاف طويلة مع الحوثيين. يعني هذا خيار غير تقليدي لكن هذا الخيار أيضاً في غاية الصعوبة. لأنه لا يوجد نظام اليوم يستطيع أن يتحمل تكاليف إيواء الشرعية أو دعمها من من هذا النظام اللي يتحمل تكاليف دعم الشرعية أو إيواءها من هو هذا المستعد يدخل في صدام مع السعودية والإمارات وخذلان أمريكي وإذا قررت الشرعية العودة إلى أرض الوطن مثلا ولجأت الحكومة بكل أعضائها إلى مأرب على سبيل المثال واشترت سلاح بنفسها واعتمدت على مصادرها الخاصه هذا خيار رابع يعني اذا فعلت ذلك فلن تسلم من قصف التحالف يعني قد تتعرض لقصف الطيران التحالف نفسه وسيكون وجودها هناك مع شباب الثوره ثوره فبراير وجبهه فبراير فرصه للامارات والسعوديه لتحويل مارب الى محرقه لقوى ثوره فبراير احنا بنصارح الناس بما هو موجود بنصارح الناس بالسيناريوهات المحتمله الموجوده وبالتحديات التي امام الشرعيه حتى يعني يحت... يتحملوا شويه يعني و... ويعرفوا الش... يعني الى اي مدى الشرعيه في و... في وضع صعب ومارب اذا اصبحت محركه هذا ما تريده امريكا واسرائيل من وراء من وراء هذا السياق بالطبع. لماذا نقول الأمريكا والسعود واسرائيل؟ لأن امريكا ليست بريئه مما يجري. امريكا سلمت اليمن للامارات والسعوديه بشرط أن يطبعوا مع إسرائيل ويدفعوا الجزيه يعني إحنا إحنا في اليمن جزء من الفديه للتطبيع هذا بالنسبه لأمريكا أمريكا الدوله العميقه أما أمريكا ترامب فلها طموحات أعجب من هذه ترامب وطاقمه الصهيوني يريد سحق كل القوى التي تسمي نفسها إسلاميه ترامب الان معه طاقم يتكون من حوالي 45 صهيوني يهودي. ترامب لا يفكر في سحق الجهات يعني الجماعات الاسلاميه فقط بل في الطريق الى سحق الاسلام نفسه وهذا ما قاله كثير من مساعديه. وهو صريح في هذا ويتحدث عنه كثيرا لكنه احيانا يتوخى الدبلوماسيه ويتحدث عن القوى المتطرفه في الاسلام. لكن مستشارها السابق للامن القومي مايكل فلين مايكل فلين اللي تنحى قبل فترة بسيطة هذا المستشار صريح واضح الرجل يقول بكل وضوح الإسلام هو المشكلة الإسلام سرطان خبيث ولا بد من اجتثاثه مثل ما اجتثينا الشيوعية والنازية سنجتث الإسلام هكذا قال مايكل فلين وسنرى ما الذي يعنيه هذا الكلام على مستوى الواقع بعد أن نستمع إلى الجنرال مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب المستشار السابق للأمن القومي والذي يخضع الآن حاليا للتحقيق أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتهمة التواصل غير المشروع مع روسيا تعالوا نسمع إليه like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism. and it, is, a, it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet and it has to be excised so and we should not again we should not fear this idea we should define... كلام مستشار ترامب للامن القومي هو كلام معظم المسؤولين الامريكيين في حقيقه الامر لكن بعضهم او بعضهم لا يحب ان يكون صريح مثل هذا الرجل بلين فالفرق بينهم فقط هو في الدرجة يعني ولا هم نوع واحد الحكماء منهم الأذكياء يرغبون في أن يترك مسألة الإسلام تترك للتدبير الخفي أما مايكل فلين فهو من شريحة ترامب التي تفضل الوضوح الذي يصل إلى حد الوقاحة أحيانا هذه الشريحة لا تجد مبررا لإخفاء الحقيقة حقيقة ما تعتقده الطبقة السياسية الحاكمة في أمريكا وتحاول إخفاءه يعني يقولون في انفسهم لماذا نراعي مشاعر المسلمين؟ ما جدوى ذلك؟ ما دمنا الاقوى والاقدر علينا ان نستخدم قوتنا وقدرتنا في تنفيذ مشاريعنا وهي مشاريع ستضمن الاستقرار النهائي في منطقه الشرق الاوسط بس طبعا لصالح اسرائيل. هكذا يعتقدون خطوره هذه العقيده في ان اصحابها في امريكا يسعون بقوه لاخلاء منطقه الشرق الاوسط من كل القوى المعارضه لاسرائيل. وفي مقدمتها القوى الاسلاميه. ولعل اصرار نظام الامارات على عداوه الاسلاميين بهذا المستوى الشرس وغير المفهوم هو مجرد انصياع وتماهي مع هذا المشروع الصهيوني. وهذا سينعكس علينا بالسلب في اليمن. لماذا؟ لان الاسلاميين ممثلين في حزب الاصلاح عندنا في اليمن. هم الرافعة الأساسية في هذه اللحظة للمشروع الوطني هذا كدرنا ما عندناش الآن رافعة للمشروع الوطني في اليمن غير الإسلاميين غير الإصلاحي حتى لو لم نكن منهم حتى لو لم نتفق معهم هذا كدرنا ما فيش غيرهم الآن واجتثاث الإسلاميين والحرب المعلنة عليهم بيضرنا احنا في في اليمن لانه اضعافهم اضعافهم سيؤدي مباشره الى اضعاف جبهه الشرعيه والقضيه الوطنيه. ويبدو ان التحالف، تحالف الامارات والسعوديه يريد ان ينهي معركته مع الحوثيين لصالح طرف ثالث غير الشرعيه وغير الحوثيين. يبدو انه يبحث عن حصان اخر بعد ان سقط حصانه العجوز علي عبد الله صالح. يريدون حصان من نفس طينه علي عبد الله صالح. لولا ان الرئيس السابق يعني من حسن الحظ لم يبقي لهم كيانا قويا يعتمدون عليه في تحمل المسؤولية في حمل المسؤولية حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كانت الإمارات تعول عليه لاستلام الثمرة التي ستقطفها الشرعية يعني كانوا معولين للشرعية يعني تشتث المشروع الحوثي والثمرة لصالح صالح هذا ال... 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 التيار الذي كانوا راكنين عليه لم يعد صالحا لشيء الان لانه في الاساس لم يكن حزبا بالمعنى الحقيقي المؤتمر الشعبي لم يكن حزبا حزبا بالمعنى الحقيقي بقدر ما كان حصان يحمل مشروع التوريث طبعا من مصلحه اليمن والجمهوريه عوده حزب المؤتمر الشعبي العام هذا حزب لابد من عودته بشكل قوي لكن بقياده وطنيه جديده واجنده وطنيه جمهوريه خالصه وهذه هي مسؤوليه ما تبقى من قياداته اذا كان في قيادات شريفه هذه القيادات عليها الالتفاف خلف قياده الشرعيه لانها هي القياده الشرعيه للمؤتمر في الوقت الراهن اذا فعل المؤتمر ذلك سيكون مستقبل أفضل من ماضيه وسيشهد في المستقبل زخم نخبوي وشعبي كبير لأنه سيصبح بيتا مفضلا لكثير من النخب اليمنية التي تبحث عن حزب بديل أو أحزاب بلا إيديولوجية المؤتمر إذا مضى في هذه في اللحظات الراهنة بشكل صحيح سيكف على قدميه المستقبل بدلا من الوقوف على قدمي الدولة كما كان دائما لكن هذا كله متوقف على كما يقول اليمنيون على توفيق الباري لما تبقى من قياداته وأنصاره حنشوف المستقبل كيف حيكون أخيرا ليس أمام اليمنيين إلا أن يدفعوا ضريبة سكوتهم على فساد النظام السابق لثلاثة عقود. ثلاثة عقود قوضت الدولة وأفسدت الحياة السياسية وجعلت اليمن لقمة سائغة لميليشيات طائفية غير جمهورية ولقمة سائغة لدول إقليمية لا تريد لليمن واليمنيين خيرا. للأسف ليس أمام اليمنيين إلا أن يصححوا أخطاءهم السابقة وأن يصبروا على بناء المشروع الوطني الحقيقي الذي يحميهم في المستقبل من الانزلاق مره اخرى الى هويه الحرب الحرب الاهليه وعبث القوى الخارجيه بمصيرهم ان لم يكن ما حدث درسا كافيا لليمنيين فان في هذه اللحظه فان الحياه لا تعطيك الا ما طلبت لا تحصد الا ما زرعت الانسان يخطئ والزمن ينتقم كما يقول المثل الفرنسي كما يقول المثل الفرنسي الانسان يخطئ والزمن ينتقم، المجتمعات تخطئ والزمن ينتقم من هذه المجتمعات. هل نصر على ان يكون مستقبلنا مثل ماضينا؟ هذا ما سيكرره اليمنيون لانفسهم. اظن الى هنا انتهت حلقه اليوم، ارجو ان القاكم في الاسبوع القادم في امان الله.